انت اخويا حنا كنعقموا المحل كليان ما حبابيهم اللي كيبغيو يجيو هالكاليبتوس اخو زعما عندنا الناس تكتشف شويه النفس كنعقموا شويه المحل ماشي طريقه خاصه الحمد لله الطريقه ديال والدينا وجدودنا وهذه الطريقه ديال التعقيم ديال كنديروا الكاليبتوس كنديروا شويه الخزامه والشيح وداكشي باش كنعقموا المحل حيت كيدخلوا عندنا الناس وهادي ملي كيخرجوا كنديروا شويه فحال هكا كنضوعوا على المحل باش كتبقى ريحه زوينه وكيبقى ديما داك النفس ديال بنادم كتحيد شويه اش المعقمات هادي ديال والدينا وداكشي اللي عارفين وحنايا كنديروا معقمات شاينه دي كنديروها ملي كناخذوا الفلوس عند الناس ملي كنتعطي بيجاما الميكا هادي كنعقموا يدينا ولا بدا ما كنعقموا راسنا وكنتمناو ان شاء الله الشعب يوعى شويه حيت اغلبيه خايد هاد الامور غير ببساطه وكيضحك وهادي هادشي ماشي ضحك هادشي معقول كنتمناو نوعاو شويه حيت وقت الضحك ساله هادي دابا وقت الامور ناخذوها شويه بجديه حيت ساله داك الضحك وبنادم خصو يوعى شويه اخويا ماشي اي حاجه ناخذوها بالضحك اي حاجه ناخذوها بالضحك خصنا ناخذوا الامور على محمل الجد نوعاو شويه الا ما كنتيش خايف على راسك ولا خايفه على راسك هاد الناس اللي كيضحكوا يخافوا على والديهم يخافوا على وليداتهم يخافوا على الناس اللي عندهم كبار في الدار وعندهم امراض مزمنه اما انت الا كانت عندك لا مبالاه تفكر دوك الناس اللي ضايعين بيك حشومه خصنا نفكروا الوالدين ونفكروا ماشي تطيح الفاس في راسو وعاد نبداو نبكيو حيت كيقول لك البكا مواليه خساره وكيقول لك الوقايه خير من العلاج تهلاو في والديكم وحاولوا ديروا اي حاجه بوجه والديكم ووليداتكم حنايا ما منعوناش باش نحلوا ولا شي حاجه حنا مادام ما جاش شي قرار عند السلطات المختصه بالاغلاق حنا حالين وحنا اخويا ما غنستافدوش شي حاجه الا سدينا حنا دابا حاليا واقع البيع والشراء قل ولكن حنا اخويا كان فحال طالب معاش وخصني نقوت ليومي لولادي الام ديالي لعائلتي حيت الا سدينا انا غنوقف ما عنديش باش نصرف على عائلتي ما عنديش باش غنخزن انا ديك المواد الغذائيه كنخدموا حنا القوت اليومي ديالنا ما عندناش شي بديل ولا شي حاجه اللي مساعدانا ويا باقي الناس كيجيو ولكن ما بقاش داك الاقبال كما كان داك الاقبال الاول اللي كان ما بقاش كما كان نقص شويه مع ان الكليان كيجيو دابا الحمد لله كيجيو واحد الفئه قليله ديال الكليان كياخذوا كيقضيو الغرض كيمشيو مع ان ما بقاش داك الاقبال اللي كان حيت السلامه ديالنا حنايا وهذا كتسبق واخا ما عندناش حنا شي بديل ما عندناش باش غنجيبوا القوت اليومي ديالنا ولكن اخويا المصلحه العامه هي المهمه حيتاش اللهم نغلق ونشوف احسن من ضرر امي وليداتي وهادي